قبل ما اجي لك كابتن سمير اقول بس خبر للساده المشاهدين، الاهلي بيطلب من اتحاد الكره حكام اجانب لنهائي كاس مصر. يعني سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالاهلي طالب اتحاد الكره بتعيين حكام اجانب لمباراه الفريق امام المصري في نهائي كاس مصر والمقرر لها ان شاء الله يوم الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب. قال عبد الحفيظ ان الاهلي يحترم ويقدر كل الحكام المصريين، ولكنه يطلب تعيين حكام اجانب منعا لاي حرج أو أي ضغوط خلال المباراة النهائية. يذكر أن الأهلي حقق الفوز على سموحة طبعا بأربع أهداف، يعني ده كان طلب الأهلي النهاردة، وطلب يعني أعتقد أنه هو يشيل الحرج عن كل الحكام المصريين، واعتقد ان ده طلب فير جدا. مباراه حساسه جدا ان شاء الله عايزينها تخرج لبر الامان وتبقى فعلا يعني حاجه كويسه، ان يعني ان الروح ترجع تاني وان شاء الله الجمهور يرجع يملى المدرجات تاني. يعني مباراه حساسه قوي، اعتقد ان ده يعني مطلب فير. لسه قايل لكمونه